الآن باستمرار بتصلي الكنائس من أجل الوحدة الكنسية، ولكن المهم حاجتين: إن احنا نصلي ونعمل من أجل الوحدة، وثانيا نعرف نصلي. هنا وأحب أن أذكر عبارة هامة وردت في لوقا إصحاح 11 آية 2، ياريت تفتكروها. قالوا للسيد المسيح: علمنا أن نصلي، علمنا أن نصلي. تصوروا لما التلاميذ 12 يقولوا: علمنا أن نصلي، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. يعني الصلاة تحتاج لتعليم؟ أيوة تحتاج. مش كل إنسان بيعرف يصلي، مش كل إنسان بيعرف يصلي. لذلك من الكلمات الجميلة التي قيلت عن إيليا النبي في يعقوب إصحاح 5: إيليا كان إنسانا مثلنا ومع ذلك صلى صلاة. يعني إيه صلى صلاة؟ يعني صلاة بجد، مش مجرد كلام الناس بيدردشوا بيه، صلى صلاة. فهل أنت بتصلي صلاة؟ حنة أم صموئيل النبي لما كانت مرة النفس وعايزة ربنا يديها طفل تولده، صلت صلاة من عمق قلبها، شفتاها تتحركان وصوتها لا يسمع، وبكت بكاء ونزرت نزرا، لدرجة من عمق صلاتها عالي الكاهن افتكرها سكرانة. ادي الصلاة. ناس كتير بيتكلموا مع ربنا ومع ذلك جايز الملائكة يقولوا: الناس دول ما صلوش النهاردة، ليه؟ ما وصلتش الصلاة، ما وصلتش. عشان كده احنا بنصلي وبنقول: فلتدخل طلبتي الى حضرتك، فلتدنو وسيلتي قدامك ولتدخل طلبتي الى حضرتك. صلاة بجد. ما ياما ناس بيتكلموا ولكنه بيتكلموا مع ربنا ولكن مش صلاة. اهو كلام لكن مش صلاة. ومش كل صلاة مقبولة. طب ما هو الفريسي لما دخل الهيكل هو والعشار صلى صلاة اطول من العشار ولم تكن مقبولة، ما راحتش ربنا، ما وصلتش. والكتاب بيقول: ذبيحة الأشرار مكرهة للرب. صلاة غير مقبولة. وبيقول في سفر أشعياء النبي الإصحاح الأول: حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. إذن الصلاة علشان تبقى مقبولة لابد أن تكون من قلب نقي. وإن لم يكن القلب نقيا، على الأقل يقف منسحقا أمام الله يقول مثلما قال العشار:
ارحمني يا رب فإني خاطئ. علمنا يا رب أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. ازاي الصلاة دي اللي عايزين ربنا يعلمها لنا؟ أول حاجة في الصلاة أن تكون صلاة بخشوع باحترام أمام ربنا. عشان كده باستمرار أنا ما بوافقش أبدا على الناس اللي بيصلوا هم قاعدين. إزاي تصلي وانت قاعد؟ فين الاحترام قصاد ربنا؟ ده احنا بنقول له أنت هو الوقوف حولك، القيام يعني الوقوف، أنت هو الوقوف حولك الشاروبيم والصارفين، الملائكة اللي بجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم في خشوع أمام ربنا. لذلك احنا الكنيسة بتعلمنا أول ما نصلي نسجد إلى الأرض. هلما نسجد، هلما نطلب من المسيح إلهي، هلما نسجد، هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا، زي ما بنقول في الصلاة باكر، أو نقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. هي الصلاة دي لعبة؟ ده شيء هين بسيط. إنسان لابد أن يصلي بخشوع، يصلي من عمق قلبه شاعر بأنه واقف قصاد رب السماء والأرض، خالق السماء والأرض، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي تخشع أمامه الملائكة وتسجد أمامه كل القوات المقدسة. ولذلك ما يجيش واحد كده على طول يروح رفع دي يقول يا رب اعمل واعمل. ايه ده؟ انحني أمام الله في خشوع. ولذلك أيضا احنا ما بنوافقش إطلاقا ان ناس يخشوا الكنيسة، يخشوا الهيكل بالأحذية بتاعتهم كما تفعل بعض الكنائس. لابد ان يشعر بهيبة المذبح وبقدسية المكان، زي ما ربنا قال لموسى اخلع حذائك من رجليك لان المكان الذي انت واقف فيه مكان مقدس. خشوع، صلاة تكون اولا بخشوع. لما يخشع جسدك تخشع روحك. لما انت تسجد للارض تجيلك المشاعر بتاعت هيبة ربنا. اسجد قدام قدسك بمخافتك. ولذلك لا نطلب فقط ان ينحني الجسد، وانما ايضا ان تنحني النفس، تنحني الروح الانسانية. زي ما داود قال لصقت بالتراب نفسي، ما قالش لصقت بالتراب رأسي، قال لصقت بالتراب نفسي. النفس خاشعة امام الله. بنقول في المزمور ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني فإن عظامي قد اضطربت. إذا كانت الملائكة بتقف خاشعة، يبقى أنت الإنسان الترابي البسيط ما تقفش خاشع أمام الله. إحنا لما بنصلي بنقول أبانا الذي في السماوات،
ما بنفتكرش فقط ان هو ابونا، لا، ده الاب اللي في السماوات العالي. ما قالش قولوا ابانا بس، قال قولوا الذي في السماوات، عشان تتذكر علو الله وسموه. ولذلك لما بنصلي بنرفع اعيننا الى فوق، بنرفع ليه؟ عشان نتذكر ربنا في السماء. طب ما هو ربنا في السماء وفي الارض، لكن بنرفع عينينا عشان نتذكر علو الله فتتخشع نفوسنا. الكنيسة المقدسة بتعلمنا ان في بداية الصلاة بنقول المزمور 50 اللي بدايته ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، اللي بنقول فيه لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، اللي بنقول فيه انضح علي بزوفاك فأطهر واغسلني فأبيض أكثر من السلك، عشان نتذكر إننا خطاه أمام الله فتنسحق نفوسنا وتتخشع. ده اللي مطلوب مننا علشان يبقى لينا المشاعر التي تليق بالصلاة. كتير من المزامير وخصوصا في صلاة الساعة التاسعة نقول الرب قد ملك فلترتعد الأرض، فلتتزلزل الأرض ولترتعد الشعوب. بنقول اسجدوا لله في دياره المقدسة، بنقول اسمه قدوس ومرهوب. نقول فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي استقرت فيه قدماه. لازم الإنسان يكون عنده مشاعر الخشوع، وإلا مش يفتكر إنه بيصلي، مش هيفتكر إنه واقف قصاد ربنا. حاجة تاني مهمة في الصلاة وهي أساسية جدا، إنك تشعر بإن روحك متصلة بروح ربنا. ولذلك كلمة صلاة باللغة العربية أحسن من مثيلتها مثلا في اللغة الإنجليزية. في الإنجليزي بنقول prayer، prayer to pray، يعني يطلب يتوسل حاجة زي كده. لكن في العربي بنقول صلاة، يعني في صلة بينك وبين ربنا، صلة contact بينك وبين ربنا. لذلك في أول القداس بنقول قفوا باتصال، خلي أرواحكم تتصل بروح ربنا، تشعر إنك واقف قصاد ربنا. النجفة دي جايز تكون نجفة جميلة في شكلها وبتدي نور، وجايز الكشافات دي بتدي نور قوي، لكن مش المهم في عدد اللمبات ولا في قوة النور. المهم إن اللمبة دي متصلة بمصدر النور، متصلة بالكابلات، والكابلات متصلة بمصدر النور. لو جبت أعظم لمبة وأجمل لمبة وما فيش اتصال بينها وبين الكابلات زي قلتها،
اللمبة أم شمعة واحدة اللي متصلة بتدي نور أكتر منها، الشمعة تدي نور أكتر منها. إذن لابد تصلي باتصال، تشعر إنك متصل بربنا وإن روحك في صلة بينها وبين ربنا. إن ما شعرتش بكده ما تبقاش بتصلي. ما هو يا ناس بيقولوا كلام 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 لكن مش متصل بربنا. لو واحد متصل بربنا جملة واحدة تجيب نتيجة أكتر من 100 صلاة ما فيهاش اتصال. اللص التائب اللي جنب المسيح قال له ايه؟ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوته. جملة واحدة نال بها وعدا بدخول الفردوس. جملة واحدة. العشار قال ارحمني يا رب فإني خاطي. جملة واحدة فخرج مبررا، لأنه كان بيقولها من قلبه بصلة بينه وبين ربنا، شاعر بربنا اللي واقف قصاده وبيكلمه على اعتبار انه متصل بيه. فهل انت عندك هذا الشعور وانت واقف تصلي؟ التلاميذ اللي صلوا من قلبهم تزلزل المكان، ارتجت الجدران من عمق الصلاة الموجودة. إذا صليت من قلبك تبص تلاقي واحد من 24 قسيسا الوقوف أمام عرش الله يجري على طول ويقترب منك ويأخذ صلاتك ويحطها في مجمرته الذهبية ويصعد بها إلى فوق. وصلت الصلاة، وصلت. كم من الصلوات لا تصل؟ عشان تصل صلواتك لازم تصلي من قلبك، مش مجرد كلام في شفتيك. لأن المسيح وبخ أمثال هؤلاء وقال هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. إمتى تصلي من قلبك وقلبك يتصل بقلب الله وصلاتك تصعد إلى فوق؟ ياما واحد بيقول كلام كتير ولم يصعد منه شيء لأن مش من قلبه. اللي بيصعد هو الشيء اللي من قلبك أيا كان النوع. يعني إذا كان انسحاق أو تواضع يكون من قلبك، إذا كان توبة وطلب المغفرة يكون من قلبك، إذا كان شكر يكون من قلبك، إذا كان تمجيد وتسبيح يكون من قلبك. أدي الصلاة، صلاة من قلبك. كمان الصلاة في جوهرها ليست طلبا وإنما حبا. بتكلم ربنا لأنك بتحب ربنا وتحب تتكلم معاه. شوفوا داود يقول ايه؟ باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. بيشبع، بيرى ان الصلاة هي اشتياق الى الله، اشتياق المحدود إلى غير المحدود، اشتياق النهر إلى المحيط الكبير الذي يصب فيه.
اشتياق الارض العطشانه الى الماء. داود يصلي يقول له عطشت نفسي اليك، متى اقف واتراءى امام الله الحي؟ كما يشتاق الايل، يعني الغزال الكبير، كما يشتاق الايل الى جداول المياه، كذلك اشتاقت نفسي اليك يا الله، عطشت نفسي الى الاله الحي. ايه العواطف دي؟ عواطف من قلبه، قلبه متصل بربنا، بيحب ربنا، بيتكلم معاه، بيتكلم معاه باشتياق، بيتكلم معاه في النهار وفي الليل. في النهار يقول له أذكرك عشية وباكر ووقت الظهر، سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. بس في النهار يا داود يقولوا كمان لما رحت أنام كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك. بس على فراشك وأوقات الأسحار؟ يقولوا لا، الأسحار يعني الفجر. يقول سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. وبعد صلاة النهار والليل يجي يقول له يا الله أنت إلهي، إليك أبكر، عطشت نفسي إليك. لحقت من السحر وقبل السحر لحقت تعطش؟ يقول متى أقف وأتراءى أمام الله؟ قلب بيحب قلب متصل بيه. لكن احنا نيجي نصلي ونلاقي الصلاة ثقيلة علينا، ونقعد نبص في الساعة، ها فاضل قد ايه؟ طيب اهو على الله نخلص منها على خير. ايه يا حبيبي الكلام ده؟ هي دي صلاة؟ امال لما تطلع فوق في الفردوس تعمل ايه؟ تزهق من ربنا ومن القعاد معاه؟ ما دام ما انت ما اتمرنتش تقعد معاه على الارض، ازاي هتقعد معاه فوق؟ تقول له اديني اجازه اسيبك وانزل للارض شويه. ربنا عايز قلوب، عايز قلوب مقتربه اليه ملتصقه بيه. دي حكايه ملتصقه عباره عجيبه جدا. بيقول اما انا فخير لي الالتصاق بالرب، اما انا فخير لي الالتصاق بالرب. تلاقيها في مزمور لطيف، مزمور 73، اما انا فخير لي الالتصاق بالرب. يقول نصيبي هو الرب، قالت نفسي من اجل هذا ارجوك. كل واحد ليه نصيب، اما نصيبي انا فهو الرب. عشان كده الاكليروس سموهم اكليروس، لان كلمه اكليروس يعني نصيب، ده نصيب الرب دول. فين الصلاه؟ هو مجرد كلام؟ مش كلام. لا، ماري اسحاق قال للناس اللي بيطولوا زي الكتبه والفريسيين اللي يقول لعله يطيلون صلواتهم، قال اذا حربت بهذا فقل انا ما وقفت امام الله لكي اعد الفاظا. انا واقف اصلي، انا واقف اصلي. صدقوني، صلاة واحدة من إنسان قديس ممكن تحل مشاكل كثيرة. قد إيه عشرات الآلاف ومئات الآلاف وملايين يقفون أمام الله كل يوم أحد ليصلوا. طب صلوات الملايين دي ما طلعتش فوق؟
ايه الحكاية؟ ولا تحولت الى روتين وما بقتش صلاة؟ الصلاة اللي من القلب اللي توصل لفوق. الصلاة اللي احيانا الانسان يتأثر بها فتنسكب دموعه في الصلاة وربنا ينظر الى هذه النفس الدامعة الباكية امامه ويقول لها حولي عينيك عني فانهما قد غلبتاني. ابعدي عني العينين اللي مليانه دموع ده انا مش قدها. ده لو كانت صلاه من هذا النوع امتزجت بالصوم وامتزجت بالحب وامتزجت باتضاع القلب دي تعمل عجايب عجايب. ربنا يقول مهما كان ومهما حصل انا ما اقدرش اكسف صديقي ده اللي بيصلي. ما اقدرش مهما طلب مني ما اقدرش اقول له لا. صلاة مبنية عن حب. اهو احنا بنصلي من اجل وحدة الكنيسة لكن بنصلي صلاة من هذا النوع؟ بنصلي صلاة بحب لربنا ولكنيسته ونقول يا رب الكنيسة دي تطلع ايه؟ دي اعضاء جسدك، دي جسدك وانت الرأس، دي عروسك وانت العريس، دي موضع وعودك اللي وعدتها وقلت ابواب الجحيم لن تقوى عليها. فين يا رب مواعيدك؟ فين؟ في صلاة قوية من اجل الدالة الموجودة فيها. ولذلك كنت تبصوا تلاقوا قديس زي داود النبي كان يصلي ويتناقش مع ربنا، يصلي ويتناقش معاه، ده يعاتبه كمان، يعاتبه. بس اوعى تعمل كده وتروح تعاتب ربنا وانت ما فيش بينك وبينه الحب الموجود وتقلد على غير معرفة. داود ده كان في بعض الأوقات يقول له لماذا يا رب تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في وقت الضيق؟ لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. ده مرة قال له أنا أعذبك ليه؟ لأنهم يعيرونني ويقولون لي أين هو إلهك؟ فوقف ربنا مع ربنا يتخانق معاه. يقف مرة يقول له إلى متى يا رب تنساني؟ إلى الانقضاء؟ حتى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأقوال في قلب النهار كله؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ واحد بيعاتب ربنا، بيتخانق مع ربنا، زي يعقوب أب الآباء مصارع مع الله. قليلون هم الذين اختبروا الصراع مع الله، قليلين. بيتكلموا من دالة، بيتكلموا من حب، بيتكلموا من إيمان، إيمان إن الله لابد أن يعمل ولو أتى في الهزيع الأخير من الليل. إيمان. علمنا يا رب أن نصلي، صلوا بإيمان. كل ما تطلبونه بإيمان يعطى لكم. بإيمان بصراع مع الله،
لا أتركك حتى تباركني. يقول له مش سايبك. واحد يمسك في ربنا يقول له مش سايبك وانت تطلع مين اللي تسيبه اللي ما تسيبش؟ لا تطلع مين ازاي؟ ده ابن وحب وده اللي عجيبه. ده ربنا ساعات يعني مره مثلا قال لموسى قال له اتركني لكي اهلك الشعب. اتركك هو اللي ماسك فيك؟ ايوه ماسك فيك، حبك ماسك فيك، مش قادر اتزحزح. ده على ربنا، هو ربنا. فين الناس اللي عندهم داله مع ربنا؟ بيصلوا بداله، بيصلوا بعشم، بيصلوا بعلاقه قديمه معاه وحب جديد وقديم ودائم معاه. موسى يقول له اما تغفر لهذا الشعب واما تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. مين ده اللي يقول له تمحو اسمي؟ لان عارف ان ربنا ما يقدرش يمحو اسمه. ما يقدرش ليه؟ بالحب اللي موجود، حب الموجود. طب ما تزعلش، اللي انت عايزه يا موسى اديهولك. يقول له ارجع عن حمو وغضبك واندم على الشر. فالكتاب يقول فراجع الله عن حمو وغضبه وندم على الشر. ده ايه الكلام ده؟ دول ناس جبابرة، ناس جبابرة. إذا كانوا جبابرة مع ربنا وهم في هذا التراب والرماد، أمال دول لما يطلعوا فوق بالروح بقوا إيه؟ ولما يلبسوا الجسد الروحاني النوراني هيبقوا إيه؟ انت فاكركم كلنا هنبقى مع بعض في السماء؟ بقى واحد زي موسى ده اللي اتخانق مع ربنا، ولا يعقوب اللي جاهد مع الله والناس وغلب، ولا ايليا اللي تجلى معها على جبل طابور واللي قال لا يكن مطر ولا طل على الارض الا عند قولي. جرى لك ايه يا اولي؟ بتقول إلى حين يشاء الله؟ قال لك لا يكون مطر ولا طل على الأرض إلا عند قولي. طب وقولك ده يطلع إيه؟ قولي ده قول الله، إحنا الاتنين مشيئة واحدة. مشيئتي هي مشيئته. ولذلك ربنا ما سابهالوش برضه. فلما جه ينزل المطر ما استجابش غير في الصلاة السابعة. طب معلش اهو استجابوا بس عشان كلمة عند قول دي تتصلح شوية. من العشم، من العشم. مين اللي عنده عشم ده؟ داود اللي يجي يقول له لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لا يتزكى قدامك أي حي. ما تمسكش علي الغلط، بيقول له كده. يقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. ده بيجادل مع ربنا، بيقنعه. ده من الحاجات اللطيفة في داود النبي انه يقول له احكم لي بعدلك. احكم لي ايه؟ بعدلك. طب ممكن يحكم ليك برحمته، لكن تقول له احكم لي بعدلك؟ يقول له اه احكم لي بعدلك. ليه؟ بيقول كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. يقول له احكم لي بعدلك. أنت يعني هتحاكمني بصفة إيه؟
هو أنا يعني ملاك زي الملايكة؟ ده أنا شوية تراب. أنت تعرف جبلتنا، بتذكر أننا تراب نحن. لما أنا أكون شوية تراب يبقى بعدلك تحط في الاعتبار أنك بتحسب شوية تراب. لما تنزل عليهم شوية مية ويبقوا طينة ما تزعلش، أهي طينة، أنا كده طينة. أنت يا رب بتتعامل مع أرواح زي أرواح الملائكة، بتتعامل مع شوية طين زي ما إبراهيم قال له. قال له أنا عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. زي لما تيجي تحاسب عيل، فواحد يقول لك انت ده عيل، يعني هتحاسبه على ايه؟ اهو الواحد يقف قصاد ربنا يقول له انا كده يا رب برضه. لا تدخل في المحاكمه مع عبدك، هتحكم عيل؟ مش معنى كده انك تخطي على كيفك وتقول اهو عيل عيل بس يعيش، لا، انت لازم قصاد ربنا تاخد بالك. لان صحيح انت بحسب الجسد تراب ورماد، لكن ربنا وضع فيك روحا على صورته ومثاله. هو بس ربنا ما مسكهاش لداود لما بيقول له تعرف جبلتنا ان تذكر ان احنا تراب نحن، كان يقدر يقول له انت مش شوية تراب، ده انت فيك روح خالدة على صورة الله. معلش بيتحاسب بقى ربنا. زي مرة افتكرت الحكاية دي وقلت في بعض ابيات من الشعر: ما انا طين ولكن انا في الطين سكنت، أنا روح من فم الله خرجت، مجرد نفخ من فم ربنا جت سكنت في التراب، وسأمضي راجعا لله أحيا حيث كنت. كنت نفخة في فم ربنا، وربنا وضع هذه النفخة في التراب، وهيجي يوم أسيب التراب وترجع النفخة دي لربنا. بس يقولها مين؟ يقولها اللي ما بيعيش كتراب، بيعيش كروح او بيعيش كصورة لله. ما احنا ياما بنجيب كلام كويس ونطبقه على نفسنا، ولو دخلنا للجد ربنا يقول لي طب وريني روح ازاي، بتقول انا مش طين، طب ما بتتصرف كطين، رجع الطين لحالتها القديمة كان في الاول كده. عايزين واحد يقف قصاد ربنا بدالة ويتكلم معاه بنقاش، يقول له تذكر يا رب طبيعتي واذكر جبلتنا تراب نحن، وانظر الى اعدائي فانهم قد كثروا وتطاولوا علي، كثر الذين يحزنونني. ولما بقول لك احكم لي بعدلك، لانك عارف قوة الشياطين التي تحاربنا، وعارف ضعف طبيعتنا. واحد بيتناقش مع ربنا، بيحاول يقنع ربنا، بيحاول يقنع ربنا. نصلي بصلة، ونصلي بخشوع، ونصلي بحب، ونصلي بإيمان، ونصلي بقدر الإمكان كل حين، يعني في كل وقت، شاعرين بأن احنا ما نقدرش نستغني عن هذه الصلة مع ربنا.
واحنا ننتظر لغاية لما تصيبنا كارثة من الكوارث وحينئذ نصلي؟ طب ما تصلي من دلوقتي، على الأقل لما تجيلك تجربة أو كارثة الحبل ممدود بينك وبين ربنا والصلة موجودة والعلاقة موجودة، مش بس لما يجي طلب تبقى تصلي. على رأي القديس باسيليوس الكبير قال: إذا صليت فلا تبدأ صلاتك بالطلب، لئلا يظن إنه لولا الطلب ما كنت تصلي. القديسين كانوا يصلون حبا، ما يهمش لهم طلبات أو ملهمش، دي مش المهم، المهم إنهم عايزين يتمتعوا بربنا. قولوا لي مثلا المتوحدين في الجبال، السواح، السواح دول أناكورايتس أو هيرمتس، السواح دول كانوا بيطلبوا ايه من ربنا؟ ايه اللي هم عايزينه؟ مش عايزين حاجة. واحد من الاباء الروحانيين قال ايه؟ قال: اذا وقفت تصلي فقل: اعطيني يا رب اني احبك، اعطيني يا رب اني احبك، اسكب محبتك في قلبي بالروح القدس، اعطيني اني اتمتع بيك في كل حين واشعر بلذة الاندماج فيك ولذة العشرة معاك، ابعد عن قلبي كل محبة عالمية لكي تصبح انت الحب الوحيد في قلبي. ده بيطلب هذا الحب، يقول لي: يا رب انت بتقولي عن لازم اصلي بحب، طب افرض انا ما عنديش الحب ده، اديني محبتك، اعطيني محبتك، اعطيني رغبة الالتصاق بيك، اعطيني العاطفة اللي تنزع مني كل عاطفة اخرى وهي اللي تسيطر على حياتي. عارف لما تطلب كده وتوجد فيك المحبة بينك وبين ربنا، أي طلب تاني تطلبه يقول لك: خلاص دي بسيطة. تصوروا عيل صغير يجي لأبوه ويقول له: يا بابا عايز وعايز وعايز، وتجيب لي دي وتجيب لي دي وتجيب لي دي، كل ما يقابله يقول له كده. وعيل تاني اول ما يشوف ابوه يروح ناطط في حجره ويقعد يبوس فيه من هنا وهنا، يقول له: مش عايز حاجه، يقول له: انا عايزك انت، انا عايزك ايه انت. ده بعد كده ابوه يجيب له كل حاجه من غير كلام وحديد. عشان كده داود النبي كان يصلي لربنا يقول له ايه: طلبت وجهك ولوجهك يا رب التمس، لا تحجب وجهك عني، انا مش عايز غيرك انت، الحاجات الباقية دي زي ما قال المسيح: قال: اطلبوا ملكوت الله وبره وكل هذه تزدادونها. يعني مش ضروري تطلبوها.